وكان مراسلنا محمد الخطيب من الجامعة العربية قد وفانا بهذه الرسالة. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية نتابع معكم من جامعة الدول العربية الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين والذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية لبحث قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن حظر وتجميد عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة. هذا القرار الذي وصف بالخطير والاستفزازي والذي من شأنه أيضا زيادة الحصار على المدنيين بقطاع غزة. اليوم طلب بعض المندوبين الدائمين بهذه الجلسة الطارئة بحشد دولي والضغط على المجتمع الدولي وذلك لوقف هذا القرار ورجوع إسرائيل عن هذا القرار الذي من شأنه سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الكارثية وأيضا الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة، هذا القطاع الذي يعيش مأساة كبيرة منذ أكثر من عام تقريبا بسبب الحرب الإسرائيلية والتي أدت إلى انهيار المنظومة الصحية وانهيار المنظومة التعليمية وأيضا انهيار كامل للبنية التحتية. بعض المندوبين الدائمين في هذه الجلسة طلبوا أيضا بالطعن أمام المحاكم الدولية ضد هذا القرار وحشد رأي عربي ورأي عالمي من أجل الوقوف أمام هذا القرار الإسرائيلي. أيضا طلبوا بضرورة استمرار التنسيق لدخول المساعدات الغذائية والإنسانية عبر معبر رفح البري إلى المدنيين في قطاع غزة. وهنا نشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهور القليلة الماضية وبالتحديد في منفذ كرم أبو سالم كانت تتعمد رجوع كل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، وكان على شعارها هذه السيارات هو شعار الأونروا. كل هذه السيارات ومن خلال متابعتنا كنا نرى أن هذه الشاحنات كانت تعود مرة أخرى إلى معبر رفح من الجانب المصري دون أن تقوم بتفريغ حمولاتها. إذن نحن أمام انتهاك جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا من أمام جامعة الدول العربية. مشاهدينا الكرام وأعود إليكم.